إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. يا طير الشوق، يا طير الشوق، ألا تحمل للحب سلام؟ في القلب محبته سكنت والوجد أقام. محبوب عدل الروح، محبوب ما أغلى ما أحلى من محبوب. القلب على ذكراه يحن يرف يذوب. يا طير الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية كتبه للإذاعة فواز شعار، تقوم بدور الراوية سهير المرشدي، من إخراج علي الزفتاوي. أبو القاسم، أبو القاسم، أبو القاسم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. أبو القاسم كنية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: نادى رجل بالبقيع: يا أبا القاسم. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل: يا رسول الله، إني لم أعنك، إنما دعوت فلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. نعم يا ابنتي. هل لي أن أعرف اجتهادك في جواز التسمي باسم أبي القاسم؟ أبو القاسم كنية الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أوردنا حديثا صحيحا في منع التكني بكنية رسول الله. ولكني قرأت حديثا آخر يجاوز التكني بكنية النبي. ما هو هذا الحديث يا ابنتي، وأين ورد؟ ورد في سنن أبي داود رضي الله عنه، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني قد ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك. فقال صلوات الله وسلامه عليه: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي؟ أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي؟ يا ابنتي، هناك رواية أخرى لأبي داود والترمذي من حديث محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن ولد لي ولد من بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك. قال: نعم. فماذا نقول في ذلك يا أبي؟ اسمعي يا ابنتي، تعالي لنقرأ في كتاب الإمام ابن القيم الجوزية، فله في هذا الخصوص بحث لطيف. يقول ابن القيم في خصوص التكني بكنية رسول الله صلى الله عليه وسلم: آراء أربعة من المفسرين. رأي يقول بمنع التكني، ورأي يقول بجوازه،
ورأي ثالث يقول بجوازه بعد النبي، ورأي رابع يقول بجواز عدم الجمع بين الاسم والكنية، أي أن يختار المسمي بين أن يسمي محمدا أو أبا القاسم، يعني واحدا من الاثنين وليس معا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد أبي القاسم بأسمائه وشمائله جميعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم وخازن، والله يعطي. وقال ابن إسحاق: فولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولاده كلهم إلا إبراهيم القاسم، وبه كان يكنى صلى الله عليه وسلم، والطاهر والطيب وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة عليهم السلام. فأما القاسم والطيب والطاهر فماتوا في الجاهلية، وأما بناته فكلهن أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن معه صلى الله عليه وسلم. وأورد ابن هشام في السيرة أن في موت القاسم في الجاهلية خلافا، فقد ذكر السهيلي عن الزبير أن القاسم مات رضيعا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على خديجة بعد موت القاسم وهي تبكي فقالت: يا رسول الله، لقد ضرت لبينة القاسم، واللبينة الطائفة من اللبن، فلو كان عاش حتى يستكمل رضاعه لهون علي. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت أسمعتك صوته في الجنة. فقالت: بل أصدق الله ورسوله. ما دمنا في حديث إخوان القاسم لأمه، فهل لي أن أعرف من إخوانه رضي الله عنهم؟ ولدت خديجة كذلك لأبي هالة بن زرارة ولدا آخر اسمه هالة، فهو هالة ابن أبي هالة رضي الله عنه. وأفيدك كذلك يا ابنتي أن السيدة خديجة رضي الله عنها تزوجت بعد وفاة أبي هالة عتيق بن عابد المخزومي، وولدت له بنتا اسمها هند رضي الله عنها، وقد أسلمت وصحبت، أي كانت من الصحابيات رضوان الله عليهن جميعا. يروى أن أبا جهل كان مدينا لرجل بمال، وكان يماطله علي ويمتنع عن دفعه له، وكان ذلك في فجر الدعوة، فاستنجد الرجل بالرسول صلوات الله وسلامه عليه. نعم يا ولدي، واستجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل ومشى معه إلى بيت أبي جهل، فهرع أبو جهل للباب مهتما ودفع للرجل ماله كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم وهيبة، وهو يقول: مرحبا أبا القاسم. عليك الصلاة والسلام يا أبا القاسم، يا حبيبي، يا رسول الله، يا طير، فما حال الأفياء على مثواه؟ ما حال حماه؟ ما حال القبة والأنسام العطرية؟ ما حال الروضة والنفحات النبوية؟ ما حال المسجد والمحراب؟ ما حال مآذنه الداعية بألف صلاة وألف سلام؟ غدا لنا لقاء مع العطر والشذا والنفح العلوي
من شمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الشمائل المحمدية. شمائل المحمدية كتبه للإذاعة فواز شعار، الراوية سهير المرشدي، من إخراج علي الزفتاوي.